تكون ديما حاضره كالعاده مع الشيف مع ايمان ومع الشيف، نقول لهم مرحبا. قاعدين تفرجوا علينا في نسمه لايف بيان سور، فما برشا تبعونا على تلت 30 يوم اللي حاولوا لنا موني نوعوا في الماكله ما بين الحار والحلو، ما بين الماكله التونسيه تود معناها ريسبكتون التقاليد اللي عندنا في كل مراه، معناها على شنو تربيت على شنو تعلمت في المطبخ نتاعها، اي سورتو الثقافه نتاع المطبخ هذه، خاطر كي نحكيو على المطبخ نحكيو على الثقافه. دونك احنا تلت شهر كامل موني حكينا على الاصول نتاع الماكلات عاداتهم تقاليدهم، وكل عاده يرافقنا الشيف سليم دحمان في الماكله التونسيه والحلو التونسي. مرحبا بك شيف. مرحبا بك ايمان، ومرحبا بمشاهدين قناه نسمه. دونك اليوم اخترنا حلو عربي، حلو عربي، حلو اللوز، باهي حلو اللوز. اما انا قاعده نشوف البفري وهو الفستق، تبارك الله خيرات الكل موجوده، وان شاء الله نختاروا حوايج مزيانه اللي نجموا النساء نتاعنا معناتها يقدوها في الديار. باهي، شنو هي اليوم عندنا في التحضيرات بالنسبه للحلو العربي؟ عيادي وسنين دايما، دونك الحاجات السامبل اللي اي مره تعمل. سامبل دونك اخترت لهم اليوم كعك عنبر. اي. اخترت لهم بقلي وتلبي. باهي. اخترت لهم سيترون. سيترون شنو هي؟ سيترون هذه بالنقشه. شنو هي؟ اسمها سيترون. اي. بالنقشة. اي. اخترت لهم الوردة زادة كثير. الوردة. اي. شنو آخر اخترت لهم؟ المشموم. لا مشموم لا، أما اخترت لهم لا ديكوراسيون تاع الباتيري جديدة اللي النساء ينجموا يخدموهم في ديارهم. سي السيليكون. سيليكون. فوالا سي السيليكون اللي باش ما يشدش لي بارتيكول، شوفوا لي فيبر نتاعو سون سبيسيال به معناها بوغ لا. حتى النساء باش يعرفوا حتى كيف يشوفوهم في لي بوتيك نتاع الحلويات والمرتبات، دونك يعرفوا شنو باش يعملوا. داكوغ، دونك شيفوني كي نبداو بون انا الحقيقه دخلت بعضي برشا مقادير وكل شيء. نبداو باسهل حاجه يكون بقلاوه البي، اسهل حاجه في لي كومبوزونت. بقلاوه البي نبداو. شنو هي لي كومبوزونت نتاعها؟ دونك لي كومبوزونت نتاعها عندها 250 غرام سكر، 250 غرام لوز، عليها 80 غرام سكر. محور ولا سكر؟ السكر محور. داكوغ. وبعد نغربلوهم مع بعضهم، وبعد نزيدوهم شويه سحور. باهي. بعد كده باش نقسموهم على ثلاثه، باش نقسموهم على ثلاثه كولرات. كولرات. حاب نبداو فيها العمليه، هاني نشوف فيك انت. الله يبارك. ومواضيع نبداو بالحاجه السهله، ونذكروا باللي كومبوزونت نتاع قلت لنا كعك عنبر. كعك عنبر موجود زاد كيف كيف. ما يصيرش انا اسمع ما نخبيش على المتفرجين نتاعنا. نحكي البارحه مع الشيف، قلت له يا الشيف سليم اش باش تحضر لنا الغدوه؟ قال لي كعك العنبر. قلت له علاش كعك الورقه لي؟ قال لي كعك الورقه هذيا الزغاونيه يتفنوا فيه في تفنن، وعندهم لي روسيت لي زونسيان روسيت دو غران مير. قال لك يا سيدي ما نحبش ندخل في مزاحمه معاهم، خليهم هما يتفاعلوا معانا على السيت ويبعثوا لنا لي روسيت نتاعهم. شوف هما عندهم الصنعه هذيك على جدود ولا متعلمين على قرار؟ كيما الملاوي اللي عند الكافيه ولا اللي عند البجيه يخدمها كل يوم كل يوم كل يوم، معناتها الروسيت هذيك ولا يتقنها بالكدا بالكدا. آه. جماعه اللي يكسيو الملبس هذا كيف كيف. دونك يوليو صناعيه نتاع كسيان الملبس. احنا هنا مش نوريهم كيفاش في الديار ينجموا يخدموا الحلو اللوز في ديارهم وحدهم. بابليس معناتها مش لي فاسون تحيه للتويسه الكل من الشمال والجنوب كل بلاد واختصاصهم. دونك احنا هوني في بقلاوه البيض، دونك حطينا السكر المحور. سكر الحور قداش نذكروا بالحكار؟ دونك 80 غرام وعليه 250 غرام لوز ملح. لوز ملح. وبعد؟ بعد هذوما مش غربلوهم. اي. بعد نزيدوهم الشحور نتاعهم. الشحور انا هو؟ الشحور اللي عندنا ديما موجود، قلت لك ديما كل نهار حسيتوا كيفاش معناها؟ بعدك نسخنوها ونزيدوها شويه شحور. نسخنوها بعد نخلطوها بالشحور نحطوها على بات. بات وبعد نقسموها على ثلاثه. والبات هذه نزيدوها ديكولورون باش تتلون؟ الكولورون الاحمر والاخضر. اها هذا. اي. الاخضر. هذا يا الاحمر. فما شكون يزيد الجلوكوز باش تبدا شاده روحها فيها اللقه ولا لا؟ بيناتهم لا، انت والوحده انت كيفاش تخدم التكنيك فايده. في التكنيك في التكنيك نتاع الخدمه من غير ما نزيدوا لها جلوكوز. من غير ما نزيدها كوشي اذا كان حابه تلصق ما بيناتهم بالكدا وقتها نعمل كوش نتاع جلوكوز باش يلصقوا لي كوش مع بعض. سهله بقلي وتلبي معناها وعلى البارد تتحضر. ايوه. ولا با بزوان بحاجه كبيره وبنينه وحلوه. به بالنسبه للكومبوزونت الثانيه بعد قبل ما نرجع لزميلتنا منى وتلتحق بها زميلتنا هدى، هذه بعد شغار بلو. هذاك مش غير بلو، وبعد كم باش نقسموها على ثلاثة كولرات. باهي. عندنا كعك العنبر. دونك عندنا 100 غرام
عندنا هنا كعك العنبر انا ما نعملوش برشا سكر، كل واحد يبدا لايت شويه خاطر بعد كنزيدوا رشوا عليه السكر محروق. دونك انا بالنسبه لي انا على الكيلو نعمل 300 غرام. دونك 100 غرام نعمل 30 غرام سكر محروق. وهنا مش يزيدوها بعديك روح العنبر. روح العنبر. ما حتى نغربلوها. نغربلوها مع بعضه. بعد التغربيلة نزيدوا الروح العنبر. أيوا صح. وبعد شنو؟ بعد نزيدوها البلون دوف. البلون دوف هو الأصفر. باش تتلمد الكعبة. احنا الكعبة يمكن ياسر عليها. داكوغ. أبين هكاك عايبة. 4 كعبات 5 كعبات. اليوم مش نحاولوا أنه نخرجوا صحن تونسي. مزيان اما الكونتيتي 4 كابيت 4 كابيت 4 كابيت دونك سهله او موان انا انا غارونتي لي الكومبوزونت لوسيد نتاع بقلاوه البي حاضر كعك العنبر كيف كيف دونك بعد التغربيله باش نزيدو روح العنبر 30 غرام سكر سكر محاور 100 غرام لوز معناتها ما نحبش برشا حلوه خاطر بعديك بعد ما نطيبوها في الكوشه الكوشه لا ما تطيب في الكوشه في نار بارده 130 درجه وتشوف فيها كيما هكا مده 3 دقائق دون ما تشم ريحه الفول كيما الكعك ورقه وبعديك نرش عليها شويه سكر محاور شويه سكر محاور داكوغ دونك السكر المحاور هذاك هو اللي هو اللي مش يشحرها وتبدا شي حشوه داكوغ دونك كيف ما شفتوا لي كومبوزونت نتاعنا اليوم ساهلين مهلين معناها حتى المراه اللي تخدم وما عندهاش وقت تنجم في سهريه الليله هي وصاحبتها في اقل من ساعه من الزمان لي كومبوزونت ساهلين صحيين منها صحيين منها وترتاح منها حلو العيد العرش سام دون انفي نهار كي نحكيو على كعك زغوان اللي نهار نعملوا مسابقه كبيره ابن كعك خاطر انا شخصيا حي اليوم الزغاونيه الكل اليوم حيلتها في الحلو حيلت مع الكعك قد ما ذقت ما ليتش نتاع زغوان ويتفنوا فيه منى نعرفك انت زاده مغرومه به ما بين الصغير وما بين هكا المبطبط شويه وما بين الكبير العربي ما شاء الله قداش يذوب ذبان في الفم وهذا يحكي على تراث ويحكي على هجره اندلس اللي جايه ويحكيوا كي خبيوا فلوس ومخبيوا الذهب نتاعهم في الهجره الاخيره في القرن السادس عشر في بلادنا دونك ان شاء الله نهار اخر نعملوا المسابقه هذيا منى ايش قولك؟ انا نوافقك سورتو كعك العنبر وسورتو الكعك الزغواني بالنسري واحنا حكينا زيد على النسري وحكينا على فوائده لصحه الصحه ما احلاك كي تبدا تحلي بكويس تي ولا قهوه ومام طون تحافظ على الصحه نتاعك احلى هو نحكي على الحلويات باللوز اليوم واحنا على ابواب العيد الفطر ان شاء الله مبروك عليك يا ايمان انت والشيف سليم دحومان ونحب نعيد على اسره قناه نسمه الناس الكل وجينا تود سويت نرجعوك مرحبا بكم مرة أخرى ومرحبا بضيوفك الكل كما شفتوا قاعدين نشوف أجواء العيد التقاليد اللي تختلف من بلاد إلى أخرى دونك مع الشيف سليم دحمان ذكروا أنه زاد التقاليد تكثر قبيلة كنا نحكيه أنا والشيف على المهبة متاع العيد ونلقاوها التقليد هذي يمكن نلقاوها قلت لي الشيف في تركيا زادة موجودة معنا العادة هذه أنهم يوزعوا الفلوس على تركيا كيف كيف في ليبيا يعيطونها ويسميوها العيدية وقت اللي الصغار يعطيوهم المهبة عنا احنا كيف كيف من التقاليد في الأعياد في البلدان الكل نلقاهم مثلا فما تشارك ما بين الإمارات مثلا والمغرب اللي يحني وإنسان يتحني وإلا في تركيا يلبسوا البايرام ليك وهو زي تقليد تركي في تركيا يلبسوه جوست نهار العيد بخلاف الحلو اللي نلقاوه في البلدان العربية الكل دونك الشيف اللي مازال قاعد يحضر لنا في حلويات العيد العربي دونك هوني شيف اللي بدينا به انا ودير نحضره في الكعك العنبر اي دونك الموديل هذا بالنسبه اللي تبعوا فينا دونك ما حناش نخدموا هكا الكلاسيك نتاع اللي في الديار يخدموا كعك العنبر بالدوره بالدوره ولا بالظفره ولا يدوروا هكا احنا تو نتبعوا الموديلات الجدد هذوما باش نسهلوا على النساء نسهلوا على لي زاماتور الفورمه الاولى كيفاه؟ دونك هذه الفورمه الاولى هذا هو الكعك العنبر دونك هنا بريسك عندها ما بين 15 ل 17 غرام الكعبوره نتاعها وننزلوا عليها هكا دوبلاش بالنسبه للكعك العنبر وبالنسبه للبقلاوه نتاعنا بالنسبه للبقلاوه حضرناها البات نتاعها دونك هكا الكعك العنبر كله باش يكمل هكا ويتحط في الفرن كله يكمل هكا في نفس الوقت ما با دو مينوت ما يطولش ما دو ما يشم لنا داكور اما مش نعملوا له الشطر كعبه بيستاش نتاعو مش نلصقوها بالبلون دوف ومعناتها كعك عنبر كعك عنبر معناتها الكلاسيك نتاعنا بهذاك الشطر كعبه بيستاش نتاعها اللي تبدا بعديك هكا هذا ويلصق راهو يلصق بالبلون دوف بالابيض العظم بعد يتعدى ديريكت الكوشه باش حتى هذيك بعد مش يخرجوها ديريكت من الكوشه مش يشوفوها لا
وقت خرجوها زاد ايمان زاد رشوا عليها شويه سكر سكر محاور دوما خرجوها رشوا عليها شويه سكر مع هو سخون مع هو سخون باش يلصق فيه فرد مره داكوغ باهي توا نمشيو للحلول بالنسبه لهذا الكعك العنبر هذايا كعك عنبر نمشي نكملوا بعديك الوحده نتاعنا بالنسبه بقلاوه البي بقلاوه البي عندنا لتر وكولور خدمناهم حضرناهم نحاولوا انه يكونوا فرد فرد هي ذلك العربي القديمه شاف كانوا ما يستعملوش روز يستعمل الكولورون احمر احمر واخضر اخضر وشوش الورد وبيستاش بيستاش احمر دونك احنا توا تشوف فيها ان حتى البيستاش دخلت لها شويه بيستاش البودر بيستاش دونك واحد يحاول انه كل شيء حطيت البودر معاها باش اي البودر بيستاش خذيت شويه من البيستاش اللي عندنا وصفيناه بال 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 وقبل ما كانش يستعملوا الكولورون كانوا شوش الورد وكانوا البيستاش كان شوش الورد والبيستاش بيستاش والليمون دوموند فهمت دونك انا مش حلوهم بالطبقه بالطبقه سامحني ايمان هكا مش حلوها بالقلقان حضرتها والالوان حلوه معناها مثلا الاحمر والاخضر دو كولور كومبليمونتير اللي هما الالوان اللي نلقاوها في الزوايا مثلا نتاعنا في الضريح نتاع الاولياء الصالحين هما الالوان كما نقولوا نتاع تقاليدنا نتاع ديننا نلقاوها في زاده في السنجق الاحمر والاخضر بخلاف اللي في البانتور دو كولور كومبليمونتير دونك هما ثلاثه كولورات مش نعملوهم بالبابي كويسون بابي فيلم هذا ونعملوها هكا ونحلوها بالقلقال. العلو نتاعها يلزمنا نتحصلوا ما بين الثلاثه ايمان. تروى لنا العلو شوف. العلو هذا العلو تو باش نعملوا العلو هذا. هكا. دونك العلو هذا قداش 3 مليمتر. هذايا تو عندنا ديمي سنتيمتر. داكوغ وباش نزيدوا كيفها في الغوش. ناخذ ديمي سنتيمتر وناخذ ديمي سنتيمتر. نحطوهم الثلاثة على بعض. نحطوهم الثلاثة فوق بعضهم. ومن بعد. أحمر. ابيض اخضر ومن بعد نعاودوا نيتاليو علاش قلت لك انا بالنسبه للتكنيك نتاعي ما نعملش لا جليكوز لا ناباج لا حتى بعد نعاودوا نيتالاج نتاعهم نعاودوا كولاج نتاعهم وقت احنا نبريسيف مع بعضهم باش يولي العلو نتاعهم مليمتر معناتها سنتيمتر بعد نقصهم مقروضات مقروضات داكوغ الفاضل نتاعها باش نعملوها كعابر الكعابر اللوز اللي يحبوها العباد الكل بنين برشا دونك شوف كيف ما شفتوا اول طريقه انه التكنيك المهمه اللي نحلوا بها الورقه ونتحصلوا بها على بقلاوه البي مرحبا بك مره اخرى موني شهيتنا يعطيك الصحه دونك ومحلى ختامها مسك بالحلويات يعطيكم الصحه ايمان عيدك مبروك انت والشيف عيدكم مبروك الناس الكل كان العيد غدوه لا بيان سور مازلنا ما شفناش الرؤيه كالعاده والعوايد معناها نستناو في كلمه مفتي الجمهوريه ان شاء الله العيد مبروك سواء غدوه والا بعد غدوه دونك حبينا الاجواء تكون كلها 100% عيد وقت اللي الشيف سليم دحمان حضر لنا الحلو العربي الزمني من بقلاوه البيلك عبر اللوز دونك تنجم ذكرنا اكثر باللي حضرناه شيف دونك حضرنا اليوم بقلاوه البيلك عبر اللوز عملت كعبات بالمنقاش الصفاقسي كما يقولوها عليهم الورده هذه النقشه هذيك نقشه صفاقسي نقشه صفاقسي هذه تونسيه تونسيه هذه تونسيه تونسيه بقلاوه البي معروفه على تونس دونك هنا عندنا كعك عنبر الكلاسيك الزمني وعن حطيتو نذكر حطيتو في السيليكون حطيتو في السيليكون دونك سالت المشاهدين سالت لهم حتى ما يجموش يجيبوها مدوره بالكذا بالكذا يعملوها في السيليكون وبعد كده نقبوها وبعد كده يعملوا لها يشكوا البيستاش نتاعها سيرتو دونك وبعد الكعك العنبر راهو بروح العنبر وبالنسبه للوز انا بالنسبه للوز ما نفوحش بروح اللوز لا بحط شيء نخليه لوز ناتيرال ناتيرال بالنسبه للتلصيق كما تعرف لازم شويه باش تلصق البيرل نتاع الشوكولا يلزمك جليكوز جليكوز نسخنوها شويه دونك عملت ديكور سامبل باش نظهر للعباد اللي حتى من كما نقولوا احنا رطل اللوز شوف اش خرجنا منه معناتها ما شاء الله زوج يبذر معناها يبذر ولو انه نجم نقولوا زاد انه اللوز غلى السوم نتاعو لكن نجم نعملوا حاجه اللي واحد يخدم في داره يقابل له حتى السوم غالي وقت يخدم في داره راهو ليلو هو معناتها ارفق له ارفق نشكرك جدا شيف سليم عيدك مبروك بيان سور نستناو في الرؤيه عيدكم مبروك انتم الناس الكل زاد سختو اجواء العيد للامه الاسلاميه وين ما كانت وتوانسه المتواجدين في الخارج نحييهم الكل خارج تراب الوطن
والاشقاء ليبيا، الجزائر، المغرب، قطر، السعوديه زاد ثم اشقاء توانسه، الجاليه التونسيه زاد نسلم عليهم نقول لهم عيدكم مبروك، في فرنسا بارتو معناتها الجاليه التونسيه بارتو نقول لهم عيدكم مبروك. نقول لكم عيدكم مبروك وعيدكم مبروك الكل اللي قاعدين تتابعوا فينا. نشكر الشيف زاد سليم الحمين اللي كان معنا طيله شهر رمضان في الكوجينه نتاعنا. نذكر انه زاد عندنا مدفونه اليوم حضر هنا الشيف ايمن البوغاني السلطة العربي اللي نسي المقادير، ينجم يدخل كالعاده على السيت نتاعنا نسبه كويزين كيف كيف على الباج نتاعنا على الفيسبوك. شهيه طيبه للجميع. يعطيك الصحة إيمان، يعطيك الصحة الشيف، أكيد عيدكم مبروك لكل مشاهدينا داخل حدود الوطن وخارج حدود الوطن للأمة العربية والإسلامية أجمعين.